سن المراهقة هو أخطر سن ممكن يمر على الإنسان في عمره، وعشان كده حلقة النهاردة رغم إن هي مرعبة وفي نفس الوقت فيها جريمة بشعة، إلا إن هي برضو تعتبر حلقة توعية من الدرجة الأولى. ابتدت الحكاية من بعد ما الشاب أكرم خلص الدراسة بتاعته في الثانوية العامة. أكرم من قرية ريفية، لكن أهله ولله الحمد ميسورين الحال، وعشان كده بعد ما خلص دراسته وجاب مجموع كويس جدا قدم في كلية هندسة في جامعة من الجامعات الخاصة. ولأنه كان مطلوب منه إنه يحضر محاضرات يوميا، فاضطر ان هو يتنقل من بيته اللي في محافظة من محافظات صعيد مصر لسكن جامعي في القاهرة. في البداية دور على شقة او سكن خاص لكنه ملقاش، وبعد تدوير وحيرة الفترة جه ابن عمه واقترح عليه اقتراح. ابن عمه قال له ايه رأيك بقى لو جربت ان انت تسكن في سكن طلابي، يعني سكن قريب من جامعة القاهرة. هو مش سكن جامعي بالمعنى الحرفي، هو سكن للطلاب وتابع للإدارة بتاعت السكن الخاصة بالجامعة، لكنه مش لطلاب جامعة القاهرة وبس، وده لان هو اغلى من السكن الجامعي بشويه. هو سكن يعتبر خاص لكنه سكن للطلبه المغتربين برضه، وبيطبق عليه نظام السكن الجامعي. الفكره كانت كويسه جدا، وعشان كده اكرم اقتنع بيها وقدم ورقه في السكن ده واتقبل فيه. ومن بعد ما جهز شنطته وحاجته وسلم على اهله عشان يستعد لحياته الجامعيه راح على السكن. وهنا قابله المشرف وخده من ايده وطلعه عشان يوري له الاوضه بتاعته. الاوضه اللي كانت في مبنى كبير، بس ده ما كانش المبنى الوحيد للسكن. السكن كان بيتكون من 4 مباني كبار، 2 للطلاب من وجه بحري والمحافظات الساحلية زي السويس إسماعيلية وغيرها من المحافظات، و2 لطلاب وجه إبلي والصعيد. وخلونا نرجع لأكرم بقى اللي طلع مع المشرف واستلم المكان اللي هينام فيه. والمكان اللي هينام فيه ما كانش أوضة منفصلة، ما كانش ليه لوحده يعني، لا دي كانت أوضة كبيرة فيها 3 سراير، وده معناه أن أكرم هيقعد في الأوضة دي هو و2 كمان. وده فعلا اللي حصل. كان موجود في الأوضة 2 طلاب من نفس سنه تقريبا، طالب اسمه أحمد وده من محافظة سوهاج وكمان في سنة أولى هندسة زي أكرم بالظبط، والتاني اسمه أدهم وده من المنيا بس كان في كلية مختلفة وكمان في سنة تانية. اتعرف عليهم أكرم وابتدوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض، بس وسط كلامهم لاحظ أكرم إن أحمد زميله في نفس الأوضة واللي هو كمان من سوهاج زي ما ذكرنا يعني قبل كده، لاحظ إن هو مش مظبوط، يعني ساعات بيتكلم بسرعة وبيضحك بهستيرية على أي حاجة تتقال، وساعات بيتكلم عادي وساعات بيسكت وساعات يبص حواليه كأنه شايف حاجة محدش شايفها غيره. استغرب أكرم من طريقة أحمد ومن تصرفاته، لكنه ما حطش في باله، خاف يسأله عن طريقته دي عشان ما يحرجوش. بس في نفس الوقت برضه أكرم فضل دماغه مشغولة بتصرفات أحمد الغريبة دي، كان عاوز يسأل أدهم واللي هو زميلهم التالت، عايز يسأله عن تصرفاته دي، لكن ما جاتش الفرصة. المهم إن هما بعد ما خلصوا كلامهم وأكلوا سوا جه ميعاد النوم. أصل النوم كان لازم يبقى بدري لأن أكرم وأحمد وأدهم عندهم محاضرات الصبح. وفعلا طفوا النور وراح أدهم على السرير اللي جنب سرير أكرم، وأحمد نام على السرير اللي قصادهم، وابتدوا الاتنين يناموا ما عدا أكرم بطل قصتنا. أكرم فضل صاحي كان ماسك التليفون بتاعه بيقلب فيه وهو حاطط الهاند فري كده في ودانه لأنه مش متعود ينام في مكان غريب عن بيته. مرت ساعة والتانية وأكرم عمال يتفرج على فيديوهات تشغل وقته أو تخليه حتى ينام، لكنه فجأة وفي وسط ما هو قاعد حس إن هو عاوز يدخل الحمام، فقام من مكانه وراح على الحمام ورجع تاني على سريره. بس الغريب بقى إن هو أول لما قعد على السرير لاحظ إن أحمد مش نايم في مكانه. أحمد كان واقف عند باب الأوضة. طب هتقولي شافه إزاي وهي الدنيا ضلمة؟ هقولك وقتها إن كان الجو لسه ما بقاش ساعة قوي لأن هما كانوا في شهر أكتوبر، وعشان كده كانوا سايبين شبابيك الاوضه مفتوحه، وعلى النور اللي كان جاي من الشبابيك قدر اكرم ان هو يشوف احمد وهو واقف ومدي وشه للباب المقفول ومدي ظهره للاوضه. استغرب اكرم، كان لسه هيصحي ادهم بس قبل ما يقوم من على سريره ومره واحده كده لقى احمد لف وشه وبص عليه. وقتها اكرم حس برعب، كان اول مره في حياته يحس بالرعب ده. احمد عينيه كانت بيضة تماما، ملامحه كانت جامده وماشي زي المتخدر أو اللي متنوم تنويم مغناطيسي. في الوقت ده أكرم اتجمد في مكانه وأحمد بقى يقرب منه خطوة بخطوة. فضل يقرب ويقرب ويقرب لحد لما بقى واقف بالظبط جنب سريره، وفي حركة مش مفهومة قرب أحمد وشه من أكرم وشم فيه. وقبل أي كلام في وسط السكوت المرعب ده اتكلم أحمد بصوت مختلف عن صوته وقال لأكرم ما تطلعش صوت، إحنا بنتضايق من الأصوات، نام. وبنفس مشيته العجيبة دي لف أحمد وراح ناحية سريره ونام.
استغرب أكرم، اترعب، ومن غير كلام كتير حط البطانية الخفيفة اللي كان جايبها معاه على وشه وراح في النوم. وتاني يوم الصبح راحوا كلهم على دراستهم. وبعد ما اليوم ده ما خلص رجع أكرم للأوضة اللي لقى فيها أدهم، ودي كانت فرصة كويسة جدا لأكرم عشان يحكي له عن اللي حصل أو عن اللي عمله أحمد امبارح، وكمان عن تصرفاته الغريبة ككل. وفعلا حكى له وسأله عن أحمد وعن غرباته دي. أدهم قال لأكرم وقتها إن أحمد كان ساكن هنا السنة اللي فاتت، أصل أحمد مش طالب جديد في سنة أولى يعني، ده بيعيد السنة. بس بعد السنة اللي فاتت حصلت حاجة غريبة قوي في المطعم اللي عند المباني بتاعت وجه بحري. المطعم ده المفروض إن الطلاب بيتجمعوا فيه مرتين، مرة وقت الغداء ومرة وقت العشاء، والفطار كده كده معظم الطلاب بياخدوه وبياكلوا في أي حتة، لكن الغداء والعشاء لازم يكونوا في المطعم لأن هما بيبقوا خضار ولحمة وفراخ. المهم إن السنة اللي فاتت وفي الترم التاني بالتحديد كان في طالب قاعد بياكل في حاله، وكان قصاده قاعد طالب تاني كمان، وفجأة قام كده الطالب الأولاني وضرب الطالب التاني بكل قوة، ضربه بالأقلام، ضربه برجليه، لحد لما الناس كلها اتدخلوا وبعدوهم عن بعض. والحقيقة ان وقتها محدش قدر يعرف سبب الخناقة دي، لكن مع الوقت وبعد ما ادارة السكن منعت الاتنين دول ان هم اصلا يدخلوا المطعم لمدة تقريبا اسبوعين، كل واحد فيهم كان بعيد عن التاني، وفضلوا بعيد كده لحد لما الاسبوعين دول عدوا وابتدوا هم الاتنين يدخلوا المطعم من تاني. وفي ليلة غريبة بطلع لهاش عمر، كان الطالب الاولاني ده جوه المطعم وكان قاعد بياكل، وقتها دخل عليه ثلاثة من الطلاب، الطالب اللي ضربه ومعاه اتنين زمايله. التلاتة لما دخلوا المطعم ما كانش فيه غيرهم، او بمعنى اصح ما كانش فيه غير اتنين، الطالب الاولاني اللي كان قاعد بياكل وطالب تاني غيره خالص. مشوا الطالب الوحيد ده وخرجوه بره وطفوا نور المطعم عليهم، واستغلوا ان العاملين في المطعم قاعدين بره، راحوا اتنين كتفوا الولد وزميلهم اللي اتضرب بدا يضربه. بس تفتكر بقى ضربوا بايه؟ ضربوا بالسرفيس اللي بياكل عليه، ومن سوء الحظ ان السرفيس ده كان السن بتاعه حامي جدا، حامي كده تقريبا شبه السكينة الحامية، وعشان كده لما اتضرب بيه الطالب الأولاني اتسبب له في قطع عرضي في رقبته، بمعنى أوضح يعني اندبح. التلاتة لما شافوا منظر الدم بسبب النور البسيط اللي كان جاي من باب المطعم المفتوح طلعوا يجروا على برا. وقتها اللي شغالين في المطعم دخلوا واكتشفوا المصيبة دي، وطبعا بلغوا البوليس اللي بدوره جه وابتدى يحقق في اللي حصل ده. والتحقيق ما كانش مجرد تحقيق في خناقة عادية جدا بين اتنين طلاب، لا، ما هو الطالب اللي اتضرب بالسرفيس والدبح ده مات. وفعلا التحقيق ظهر الحقيقه، والحقيقه ان الاتنين طلاب دول كان في بينهم خناقه بسبب بنت زميلتهم في نفس الجامعه، والبنت دي للاسف كانت بنت مش كويسه وكانت معشمه الاتنين بالحب، وفي نفس الوقت كانت بتستغلهم وبتاخد منهم فلوس وبتاخد محاضرات وحاجات كتير جدا، محاضرات ممكن تكون ما حضرتهاش بس بتاخدها منهم. ولما الطالب الاولاني وصل له كلام ان الطالب التاني اصلا بيكلمها او بيقرب منها ما راحش سأل ولا اتكلم معاه، لا، ده ضربه على طول وقت ما كانوا في المطعم. وطبعا الطالب التاني مسكتش عن اللي حصل، ده راح حكى لناس بلدياته موجودين معاه في نفس السكن وعملوا له الكمين اللي مات فيه. وللأسف التلاتة مستقبلهم يعتبر ضاع لأن هم تحولوا للمحاكمة وراحوا الأحداث بسبب سنهم الصغير، وفي نفس الوقت اتفصلوا من الجامعة اللي هم فيها. لكن الحكاية ما وقفتش لحد هنا، ده من وقتها والمطعم اتقفل لمدة حوالي 3 أسابيع تقريبا، وبقى الأكل بيتعمل في أوضة من أوض واحدة من المباني، وده كان المطعم الاحتياطي. بس الأوضة دي إدارة المطعم كانت محتاجاها كمخزن، وعشان كده رجعت فتحت المطعم من تاني. لكن المطعم لما اتفتح ابتدت تحصل جواه حاجات غريبة. مرة طالب يحلف إن هو شاف جواه نفس الطالب اللي اتقتل وهو واقف وبيبرق له، ومرة يشوف خيالات، وطالب تاني بيحلف إن هو قاعد بياكل ومفيش أي حد أصلا قصاده، فجأة لقى الطالب اللي اتدبح قاعد قصاده وهو مدبوح وبيبص له وهو بيضحك. وفضل المطعم على الحال ده لحد لما احمد في يوم من الايام نزل بالليل، وده عشان يتعشى. وقتها المطعم كان هس هس وما كانش فيه حد، وحتى العاملين اللي في المطعم كانوا قاعدين براه وكانوا بيتفرجوا على ماتش. المهم ان احمد دخل وخد الاكل معاه وقعد ياكل، بس فجاه العمال بتوع المطعم سمعوا صوت صرخات عاليه جدا من جوه، فدخلوا جري، وعند دخولهم اكتشفوا ان النور مقفول. فتحوه وبصوا قصادهم عشان يتفاجئوا بان احمد واقع على الارض ودماغه متعوره. اتنقل احمد على المستشفى، وبعد ما فاقوا خيطوا له الجرح اللي في راسه ده حكى لهم عن اللي شافه. قال وهو بيحلف انه هو قاعد بياكل لقى حد بيفتح الثلاجه، استغرب، وده لان هو كان قاعد لوحده والعمال كلهم اصلا كانوا بره، فنده على اللي واقف ومديله ظهره. ولما ما ردش عليه
حدفه بعلبة كانت فاضية كانت جنبه. بس أول لما عمل كده أحمد بيحلف بالله إن هو حس إن الكرسي بتاعه اللي كان قاعد عليه بيتقلب فجأة، وفجأة كده لقى نفسه اترفع لفوق ونزل على دماغه. وبس يا سيدي، ومن وقتها والمطعم اتقفل شوية كده ورجع اتفتح تاني. بس بعد ما اتفتح بأيام حصلت فيه كارثة. واحد من العمال كان بيشغل الخلاط عشان يعمل صلصة، وفجأة وهو ماسك الخلاط اتكهرب، الكهرباء مسكت فيه لحد لما مات. ومن وقتها والمطعم اتقفل نهائيا، وبقى المطعم التاني اللي هو في الأوضة يعني بتاعت المخزن دي بقت هي المطعم الرئيسي. أما عن أحمد وتصرفاته الغريبة فهي بقت كده من وقت اللي حصل له ده. ومن وقتها وأحمد بيعمل حاجات غريبة جدا، ساعات بيتكلم بسرعة، ساعات بيتكلم وهو نايم، ساعات بيمشي وهو نايم. وعشان كده بنقفل باب الأوضة عليه كويس جدا عشان ما يخرجش منها. لما أدهم خلص كلامه أكرم ما كانش مصدقه، وعشان كده نزل وبص على المكان بتاع المطعم، وفعلا لقى زي ما أدهم قال بالظبط. وعشان يتأكد أكتر سأل أحمد اللي أكد له الحكاية اللي حكاها له أدهم، وكمان حكى له تفاصيل أكتر هو شافها، وحلف له أحمد إن هو من وقتها وهو مش مظبوط، أوقات بيحس إن هو تايه، أوقات بيحس إن هو مش دريان بنفسه ولا حتى بتصرفاته. أما عن المطعم اللي جنب المبنيين بتوع وجه بحري، فالمطعم ده فضل مقفول لحد لما بعد فترة تهد واتبنى مطعم تاني بالقرب منه. وبالنسبة لأحمد واللي بيحصل له، أكرم بيقول إن أحمد ساب السكن، بس لحد دلوقتي هو وأدهم وزميلهم التاني مازالوا بيشوفوا حاجات غريبة في الأوضة. وبس كده، وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم. Thank you.